مطروحة ما بين الرئاسة والحكومة والمعارضة. هل هذا جائز في هذا التوقيت أم أننا وصلنا إلى نقطة اللا رجعة وقد قضي الأمر؟ حضرتك يعني اليأس رفاهية، يعني لابد أن احنا نظل عندنا أمل، ولابد أن هو يكون هناك طرف بيعلي من صوت العقل وبيدفع للحوار دائما كفكرة تظل موجودة باستمرار. هيجي الوقت اللي يستجيب الأطراف المختلفة للحوار، وأنا تقديري أن الحوار ده سيبدأ بعد 30/6، لأن من الصعب كل فريق. ومن الذي سيكون مبادر بالحوار؟ اللي بادر بالحوار هو الذي بادر بالحوار في كل مرة. يعني احنا المبادرة الدعوة للحوار أطلقتها الرئاسة، ولا أظن أن لها تاريخ صلاحية هتنتهي بعديه. يعني احنا مستمرين في مد أيدينا إلى جميع أبناء الشعب المصري بالحوار وبالمصالحة كما قال الدكتور مرسي في خطابه الأخير. طيب كان معنا من شوية الدكتور عبد الله المغازي، طبعا هو أحد قيادات حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسمه، قال إن دعوات الحوار ربما كانت في البداية لقت استحسان من جانب المعارضة، وبالفعل قابل الرئيس محمد مرسي، حمدين صباحي، البرادعي و و و و لكن في النهاية وجدت المعارضة أنه لا فائدة من الحوار مع مؤسسة الرئاسة. تعقيب حضرتك على النقطة دي. طيب تعقيب على هذه النقطة، إن الكلام دوت يعوزه الدقة، لأن رفض الحوار ورفض الشراكة، يعني أنا آسف إن أنا أقول إن هو منهج للمعارضة المصرية قبل حتى نجاح الدكتور مرسي. يعني انا ارجع لتصريح الاستاذ حمدين صباحي. طب انتوا كنتوا معارضه، كان ده منهجكم يا دكتور احمد؟ لا انا بتكلم يعني لا في الوقت الحالي، انا بتكلم دلوقتي على السؤال بتاع حضرتك. المعارضه الان هل هي ان هي كانت قبل الحوار قبل كده والان رافضه؟ انا بقول لحضرتك فكرني امتى قبلوا الحوار. كل المرات كانوا رافضين الحوار، وهستشهد بقى بكذا واقع. هستشهد باربع مواقف. الموقف الاولاني التصريح بتاع السيد حمدين صباحي لما قال فيه ان هو رفض منصب نائب الرئيس قبل انتخابات الاعاده، ولما الدكتور مرسي قال له طب هل اعلن كده، فقال له لو انت اعلنت ان انت عرضت عليا منصب نائب الرئيس انا هاعلن ان انا رفضته. فالزعم بان في بعض القوى الثوريه لم تدعم الدكتور محمد مرسي لا في الجوله الاولى ولا في الجوله الثانيه، بل ودوت بان بقى بعد الانتخابات لما سافر. معاهدة فيرمونت يا دكتور. ما انا بقول جزء، انا بقول جزء. كويس اكمل بس في النقطه بتاعه الشراكه ومين اللي كان بيرفض الشراكه لما سافر. يعني خالد، لكي لا نستبق الامور، يعني انا لسه برد على السؤال. نقطه نقطه اتفضل. طيب يبقى احنا حضرتك قلنا ان السيد حمدين صباحي رفض الشراكه في جوله الاعاده. الدكتور أيمن نور وفقا لتصريحاته في راديو مصر من 10 أيام قال إن هو منصب رئيس الوزراء عرض عليه، وإن هو لما رجع إلى المتخصصين والخبراء جميعهم اعتذروا ورفضوا. حوار السيد هشام أنديل مع معتز بالله عبد الفتاح على قناة المحور لما قال إن هو عرض مناصب وزارية على عدد من الأشخاص وهم رفضوا، ولم يذكر منهم إلا اسم معتز بالله عبد الفتاح، قال له وإنت يا معتز رفضت. احنا بنقدر اختيارات الناس السياسيه انها يعني شايفه ان تحمل المسؤوليه السياسيه في هذا الوقت مغامره، فعليهم الا يعني يمارسوا نوع من الابتزاز طالما احنا قبلنا تحمل المسؤوليه وفقا لاستحقاقات هذه المرحله، لان هذه الاستحقاقات بتقول ان هي مدتها 4 سنوات. فعلى من رفض، وايضا خطاب السيد الرئيس لما قال منير فخري عبد النور رفض ان يستمر في الوزاره، والدكتور جود عبد الخالق رفض ان هو يستمر في الوزاره، فمن يقول اللي بيدعي ان هناك اخوانه، انت السبب في الاخوانه لان انت رفضت الشراكه. اللي بيقول ان انتم لا تدعون الحوار بنقول له لا، احنا دعينا للحوار مره واثنين وثلاثه واربعه، والطرف الاخر هو اللي كان بيرفض، واحنا ما زلنا الى اليوم بنمد ايدينا بالحوار. نعم، احنا بنشكرك جزيلا دكتور احمد رامي الحوفي المتحدث باسم الحريه والعداله، شكرا جزيلا لوجودك معنا.